زميلنا خالد شقير. خالد، نسبة التضخم الآن في فرنسا هي الأعلى منذ عام 97، وهو تضخم مرتفع من تضخم أو مساوى مرتفع بالفعل. كيف هو تأثير هذه النسب الآن على مجريات الانتخابات التي ستجري بعد حوالي 10 أيام تقريبا؟ هناك يعني كثير من الاهتمام بملف القوة الشرائية أثار هذه الأزمة، أزمة الطاقة، تأتي من خلال تصريحات تحاول من خلالها الحكومة الفرنسية الحقيقة تطمين الشارع الفرنسي بأن الأمر أو أن الأمور ستأخذها على محمل الجد الحكومة الفرنسية اعتبارا من يوم الغد. أحمد، هناك تطبيق ولمدة 4 أشهر تطبيق يعني قرارات تم اتخاذها من قبل جان كاساكس رئيس الحكومة الفرنسية، وهو الدفع عن كل مواطن فرنسي يملك سيارة 15 سنتيم لكل لتر بنزين في محاولة لدعم والتخفيف عن وطأة زيادة الأسعار فيما يخص زيادة أسعار المحروقات من ناحية. أما فيما يخص زيادة أسعار الكهرباء والغاز، فالحقيقة الغاز ارتفع لأربعة أضعاف، فهناك يعني نظام يطبق منذ فترة وهي مساعدة الأسر الأكثر فقرا في فرنسا بشيك يتم الدفع بعض من الأموال على لرفع يعني هذه الأموال الطائلة التي تشهدها فواتير الكهرباء والغاز عن كاهل المواطن الفرنسي العادي. ولكن فيما يخص القوة الشرائية والتضخم الذي يظهر جليا وأشارت إليه فرانس أنفو هذا الصباح من خلال تقرير نشر هذا اليوم لمعهد INSEE، وزادت من خلاله الأسعار بنسبة 1.4 في شهر يناير، وتبعها زيادة ل 8%، ثم إلى 3.6%، وزادت إلى 4.5% خلال هذا الشهر شهر مارس. مؤشر أسعار المستهلك زاد بنسبة كبيرة جدا، ويدخل كل هذا في إطار طبعا الحملات الانتخابية والتي شهدت تصارعا كبيرا، وأدت الحقيقة في استطلاعات الرأي لتقدم مارين لوبان لتحصل على أكثر من 20% في استطلاعات الرأي في يعني المرحلة الأولى أو في الجولة الأولى للانتخابات التي ستكون يوم 10 أبريل، وأيضا شهد تفوق وتقدم لميلانشون وهو رئيس حزب فرنسا الأبية، والاثنين أحمد بيتحدثوا دائما للطبقات الفقيرة ويتحدثوا دائما عن هذا الملف والملف الخاص بالقوة الشرائية. ولهذا اليوم وجدنا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إحدى جولاته يحاول تطمين الفرنسيين في هذا الملف، أيام عصيبة وصعبة جدا على الاقتصاد الفرنسي. لكن في المقابل خالد، يعني ربما نسبة البطالة ما زالت عند مستوياتها المستقرة بنسبة 8% فقط في أرقام الربع الأخير من العام الماضي، إذن ما زالت الأمور ربما تأخذ مراحي متعددة، ربما مؤشر سلبي هنا ومؤشر إيجابي هناك. بالتأكيد أحمد، أهم أحد النقاط القوة التي يحصل من خلالها الرئيس الفرنسي على ثقة الفرنسيين هو هذا الملف، ملف البطالة الذي استطاع الرئيس الفرنسي وحكومته الحقيقة بتقليل أعداد البطالة التي شهدت تزايدا وعلى مدار أكثر من 30 عام في فرنسا وللمرة الأولى، ولكن يعني جاءت هذه الأزمة وضربت يعني ثقة الفرنسيين، و أصبح المواطن الفرنسي لا يستطيع أن يستكمل الشهر بشراء يعني مستلزمات الحياة الطبيعية، وهذا جعل الذين يعني هم في حملتهم الانتخابية يحاولون النيل من الرئيس الفرنسي. ولكن جميع استطلاعات الرأي بتؤكد أن الرئيس الفرنسي في الجولة الأولى سيتخطى نسبة 28%، وفي الجولة الثانية آخر استطلاع للرأي لمؤسسة جان جوراس ولقناة بي اف ام تي في أكدت على أن الرئيس الفرنسي بالفعل سيكون هو ساكن الإليزي في المرحلة الثانية، أيا كان من هو أمامه في الجولة الثانية في 24 من شهر أبريل. يبقى قوة الحكومة الفرنسية في أنها بالفعل استطاعت تقليل أعداد العاطلين على العمل وحماية الشركات من الانهيار إبان جائحة كورونا، وهذه نقطة هامة جدا، وأعتقد أنها السبب
زيادة ارتفاع شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون الذي نصحه البعض اعتبارا من اليوم بأن يتفرغ لحملاته الانتخابية وأن يترك الملف الأوكراني مثلا لوزير خارجيته. طيب خالد، فيما يتعلق بارتفاع معدلات التضخم في أوروبا، هل هناك أي يعني أفكار بخصوص تعديل معدلات الفائدة الأوروبا من خلال البنك المركزي الأوروبي؟ هل معدلات التضخم الزائدة تضغط بالفعل على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ خطوات فيما يتعلق بهذا الشأن بشكل عاجل؟ بالتأكيد هذا ما أشارت إليه صباح هذا اليوم جريدة فرانس أنفو وأيضا ليزيكو. ارتفاع معدل التضخم لفرنسا بنسبة 5.1% سيضغط على البنك المركزي من أجل رفع معدلات الفائدة. وطبعا يعني هذا أمر بدأ الحديث عنه وبقوة، والمثير للجدل أن فرنسا بالفعل قامت بكل يعني تقديم كل المساعدات في محاولة لتفادي هذه النقطة على وجه التحديد، ولكن ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتجات المصنعة، وطبعا تقديم الكثير من الدعم أيضا، وقيام فرنسا بكثير من العقوبات، حيث جمد مثلا بنك سوسيتي جنرال الفرنسي حسابات مصرفية لبعض من الموظفين الروس في فرنسا، وطبعا بالإضافة إلى كل الإجراءات التي قامت باتخاذها الحكومة الفرنسية سواء لدعم الأسر الفرنسية الفقيرة أو حتى للمنتجين الذين يحصلون على مساعدات تصل إلى 3 مليار من الحكومة الفرنسية، منتجين الزراعيين ومنتجين اللحوم وأيضا الصيادين وغيرهم. إلا أن كل المؤشرات، كل هذه الخطوات لم تساهم بصورة أو بأخرى في يعني عدم إحداث قلق. هناك قلق في السوق الفرنسي. اليوم تابعت دينا يعني لقاء هام اقتصادي على قناة بي اف ام تي في، احد المتحدثين تحدث عن ان هذه الازمة لم تشهدها فرنسا منذ 1985، وان اسعار الغاز التي ارتفعت 4 أضعاف هي بعد قرار روسيا بموضوع الروبل مرشحة للزيادة أكثر. فهناك مشكلة كبيرة جدا بتشهدها الأسواق الفرنسية وبتمارس بضغط بصورة أو بأخرى على الاقتصاد الفرنسي والأوروبي والعالمي.